يا سلام، وأنا آسف إن كان المشاعر بتغلبني، لكن كنت أحتسب أنه سيكون متحدثا عنا ولسنا نحن المتحدثين عنه. مش هتكلم عن ياسر كشخص لأن أنا أعرفه وهو ما زال صبيا في مراحل الطفولة الكبيرة نسبيا. اسمع لي، كنت مندهشا وأنا مع والده من هذا الصبي العاشق للورق والصبح. مجرد ان سمع ان في صحف يجي رغم تحذيرات والده يجي يجلس بجانبه طول وجوده في الاسماعيلية، عندما كان في الجامعة بعد ذلك قدمه لصديقي المرحوم فتحي رزق على انه محب للعمل في الاخبار ليس في الصحافه على عمومها ولكن في الاخبار على خصوصها. بعد ذلك الحديث عن ياسر رزق كصحفي متميز لن يضيف لما يعلمه الناس وقرأوا وتابعوا وعرفوا، لكن شهادتي فيه قد تكون مجروحة كثيرة لأني اعتبرت ابنا كبيرا وصديقا صغيرا وصحفيا متميزا منذ أن رأيته. وقد لا يكون مناسبا أن أذكر أن في لحظة من لحظات الاختيار، وكلنا وبالذات الجالسين في الصدارة